مساكم الله بالخير. اليوم عندنا معكرونة بالدياي، حطيت في الدياي ابزار، فلفل اسود، فلفل احمر وملح، وخلطت كذي. وعندي المعكرونة نقعها في الماي، وعندي جزر وطماط وبصل وفلفل وجلجلان وصلصة وماجي. سبق وسوينا في ربع ساعة، كان تذكرون معكرونة على لحم مفروم. سألوني الناس براشد يصير نقلي في الجدر يصير عادي؟ نعم يصير. حطيت زيت زيتون، وتبغي التسلى على مهلك، وبنزل الدياي. مثل ما تشوفين قاعد نقلي بهذه الطريقة، ما اعتقد الريحة تطلع، قلي بدون ما تسكر، خلي المقطع كذي مفتوح، ها مو بمسكرة، ها حتى ربع المقطع تقدر بهذه الطريقة. مثل ما انتم شايفين شلون تحمر، ننزل البصل والفلفل والجلال والجزر والطماط، كل هذا انا اصور واطبخ بيت صرفوها. الحمص خلي مكونات شوية، خلي مكونات كما تشوف عزيز الزيتون، شوف شوف يا استوى تحمر عدل. نزل المعكرونة بهذه الطريقة، وما تبغي ماي زيادة، شيء القليل تشوفونه بس. خلي التمازة كذي نخلطها أول شيء نتأكد. الحين صار مثل ما أنتم شايفين ما حطيت ماي، بس حركته بهذه الطريقة، بس في الصلصة وفي ماي الدياي والدهن. في حالة تبغون تسوون معكرونة فيها وبالضبط في 10 دقائق، هذه استكانة مثل ما انتم شايفين، استكانة شاي بس، لا حد يحط ولا يحط فوق ماي ولا، بس استكانة تكفي، وتسكرونه وتقفلونه. بطلنا على الصمام قبل 4 دقائق، وضع السمك 15 يعني في 10 دقائق خلاص بنسكر. معكروناتنا خلصت، هذه المعكرونة خلصت مثل ما انتم شايفينها.